يشهد طقس مملكة البحرين حالة من عدم الاستقرار، حيث تتساقط الأمطار بشكل متوسط وغزير على مناطق متفرقة من المملكة مصحوبة بالرعد وهبات قوية وشديدة السرعة من الرياح. هذا وقد أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الحالة الجوية السائدة بدأ تأثيرها على المملكة منذ 3 أيام، من المتوقع أن تستمر حتى صباح يوم غد الثلاثاء، محذرة من ارتياد البحر في هذه الفترة نظرا لارتفاع أمواج البحر بسبب الرياح المصاحبة.